وكالعادة برضو هنبتدي حلقتنا بأهم الأخبار وأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرائد. الأهرام، الأهلي يتحرر من هزائمه وينهي المباراة أو المباريات العجاب بانتصار صعب على باتوجيت. الأخبار، الأهلي يعود للانتصارات من بوابة باتوجيت، فاز بهدف الشيخ وترك المركز الأخير، وأزمة التيشيرتات تؤخر ضربة البداية. المساء، الأهلي ذاق طعم الفوز، فاز على باتوجيت بهدف نظيف في مباراة قوية. الأخبار المسائي، الأهلي يستعيد الانتصارات، الشيخ يقود الأحمر لفوز مهم على باتوجيت في الدوري. أخبار الرياضة، باتوجيت عربون مصالحة الأهلوية للجماهير. الأخبار المسائي، محمد يوسف الفريق على الطريق الصحيح. المساء، محمد يوسف خرجنا من عنق الزجاجة والدوري في الملعب. أخبار الرياضة، بين دياز وكارينيو ودوراتي، الخطيب يختار المدرب خلال ساعات. الجمهورية، الخواجة الجديد يقود الأهلي أمام الجونة. أخبار الرياضة، مطالب بتدخل وزيري الداخلية والرياضة، الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الجماهير، اجتماعات مع الأمن لحل الأزمة، والمجلس ينتقد الجبلائية.